مساء الخير مشاهدينا الكرام، نحن الان في مدينه الصدر وتحديدا في سوق مريدي، نستطلع اراء المواطنين بشان الانتخابات المقبله اليوم غد 10 من تشرين الأول. ستكون هناك انتخابات عامه لانتخاب اعضاء مجلس النواب العراقي بدورته الجديده. يوم امس كانت هناك انتخابات خاصه لقوى الامن وكذلك النازحين وكل ما هو مشمول بالانتخابات الخاصه، ويوم غد ستكون هناك انتخابات عامه. سنستطلع اراء المواطنين هنا في مدينه الصدر عن مدى استعدادهم للمشاركه بالانتخابات المقبله يوم غد. السلام عليكم، شلون الصحة؟ الله يحفظك. البارحة كانت تكون الانتخابات الخاصة لقوى الأمن والنازحين وغيرها، باكر إن شاء الله راح تكون الانتخابات العامة. رؤيتك البارحة اللي كانت بالانتخابات، وراح تشارك الانتخابات باكر ولا؟ إن شاء الله نشارك، إن شاء الله نشارك الانتخابات. نعم. طيب، يعني تدعي الناس كلها أنه تروح تشارك الانتخابات؟ والله المفروض الناس كلها تروح تنتخب. زين، حتى نغير هاي الوجوه. لازم نجيب وجوه جديدة. إن شاء الله. ان شاء الله بخير. الله السلام عليكم، شلون الصحه؟ البارحه كانت اكو انتخابات خاصه، باكر ان شاء الله الانتخابات العامه، راح تروح تشارك؟ شلون رؤيتك بالانتخابات؟ ان شاء الله من اول المشاركين في الانتخابات وندعم المرشحين باذن الله. طيب، شلون شفت الانتخابات البارحه اللي جرت؟ والله انتخابات سلسه وحلوه وجميله. ما شاف كل صوره صحيحه. نعم. يعني هذا الشيء خلاك انه باكر تروح تنتخب يعني؟ ان شاء الله، ان شاء الله نعيد الانتخابات ونحث على دعوه المرجعيه الرشيده. جزيل الشكر. اشكرك. عمو شلونك؟ شلون الصحه؟ صار فيك شوي دقيقه واحده راحتك. السلام عليكم. شلون الصحة؟ الله يسلمك. البارحة كانت انتخابات خاصة مال قوى الأمن، فباكر إن شاء الله راح تكون الانتخابات العامة. شنو رأيك بالانتخابات اللي صارت البارحة؟ وراح تروح تشارك باكر لو لا؟ إن شاء الله نروح نشارك، إن شاء الله انتخابات نزيهة، وإن شاء الله نريد السلطة عينها على الشعب، تعيينات وظائف الشعب كلها على طالب الطالب. إن شاء الله أمل بها هاي الدولة. شلون شوف وضع المدينة؟ والله أسوأ إلا أسوأ، لا تعيين لا رواتب لا هذا. رأيك راح تغير الانتخابات من هذا الواقع؟ ان شاء الله نسبة مثل باقي الانتخابات، ماكو تغيير ويرجع نفس الموقف. ان شاء الله، بس ان شاء الله اكو امل. ان شاء الله، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. السلام عليكم، شلون الصحة؟ البارحة كانت الانتخابات الخاصة، باكر إن شاء الله انتخابات عامة. شنو شفت البارحة بالانتخابات الخاصة؟ شو رؤيتك لها؟ وباكر راح تروح تنتخب لو لا؟ والله بالنسبة ما يختلف كل شيء. ما يختلف كل شيء، هذه توقعات يعني. ما يختلف كل شيء. ما راح تروح تنتخب باكر؟ الصدق غير؟ لا انتخب. انتخب، نعم. حسك ما مستقر وضعك. ما مستقر وضعي. انت والله عندي بس سيد جاسم البخاتي، الرجال مفتوح بابه صار له 6 سنوات، واحد يجي مالت الله. سيد جاسم البخاتي بالمعلمين، هذا الرجل بابه مفتوح صار له اليوم 6 سنوات. انا مراجعه. اي واحد شغله عده عمله فالباب مالته مفتوح. طيب، يعني برايك الانتخابات الجايه باكر ان شاء الله راح تغير من الواقع ولا ان شاء الله؟ ان شاء الله ندعي من الله، ندعي من الله ان يغير الوضع، يكثرون العمل للشباب. ايوه. انت من المدينه اكيد؟ لا انا مو من المدينه، انا من الشعب. شلون احكي لي عن الوضع الشعب بعدين احكي لي وضع المدينه، شلون شفته؟ والله ناس خطيه، شباب كلهم عطاله بطاله، لا شغل لا عمل. بالشعب شلون الوضع؟ والله نفس الشيء. لا نفس الشيء. زين، نريد ان الحكومه تلتفت على الشباب، على المصانع تفتحها. أي. ان شاء الله عيني. اشكرك، اشكركم، شكرا جزيلا. اذا صدريه يغيرون. اذا صدريه. طيب. هاي العوتيه تغير. هاي تغير. فتغيره ما يغير. هاشم ان شاء الله. عمو شلونك؟ ان شاء الله 70 80. باكر راح تنتخب لو لا؟ ان شاء الله انتخب. شلون شفت الانتخابات اللي جرت البارحه؟ والله لازم التغيير، لازم التغيير. لان القدماء كلهم فاسدين. نصهم فاسدين.
فان شاء الله نغير ان شاء الله. شكرا جزيلا. ممنون. نعم مشاهدينا الكرام، يعني مستمرين معكم بتغطيه من داخل سوق مريدي في مدينه الصدر لاستطلاع المواطنين بشان استعدادهم للمشاركه بالانتخابات المقبله يوم غد ان شاء الله. السلام عليكم. عم شلونك؟ الله يحفظك. باكر ان شاء الله، ثبت على الكاميرا شويه خلينا نشوفك. تمام. باكر ان شاء الله الانتخابات العامه، راح تروح تشارك ولا؟ والله هي المشاركه حلوه، بس هي نفسهم يعني ما يتغيرون، يعني هم سووا كل شيء ما سووه، هاي صار 4 سنوات كل شيء ما سووه. انا جبت عمره على الطالب الطالع، عمال اشتغل، ادور تعيين هسه ايش قد ما كانوا يردون الطاقه، حط فلوس، وهاي يعني. شكرا لك حبيبي. عم سالني شو سوي؟ كيف؟ انت راح تنتخب ولا حق لك تنتخب؟ اي حق لي. 18 سنه عمرك؟ لا انا ابو 20 راح ادخل بال 25 سنه. الله يحفظك ان شاء الله حبيبي، طولة العمر ان شاء الله. السلام عليكم، شلون الصحة؟ البارحة كانت الانتخابات الخاصة، باكر ان شاء الله الانتخابات العامة. شلون شفت الانتخابات اللي صارت البارحة وراح تروح تنتخب باكر ولا؟ والله انا بالنسبة لي ما اروح. ما تروح ليش؟ ما اشجع اي واحد يعني. ماكو واحد بكفاية وسوى لنا فشي. طيب اكو وجوه جديدة مرشحة، ما بيها يعني برأيك انه ما نعرفهم. ماكو فشي يعني سوابق لهم حتى نفتيهم من عندهم، مو صح لو لا؟ انت شفت هسه انت تمشي، منو تعرفه زين؟ انا منو اللي اعرفه زين؟ هاي كل العالم تساله، منو تعرفه زين حتى تقدر ترشحه، مو صح لو لا؟ طيب اكو هواي ناس تقول لك احنا لازم نروح ننتخب حتى نغير، يعني تشوف حتى اللي يروح ينتخب ما راح يغير شيء؟ مو انت نفس الوجوه هي قاعد تجيني. يعني هسه انت بكل الكتل نفس الوجوه قاعد تجي، صح لو لا؟ الكتل راس الكتله نفسه والباقيين كلهم مزورين جايبين حاطين. فما يعني ما بيها كل فائده على الانتخابات. انت موجود وانا موجود. شكرا لك، حبيبك محترم، شكرا لك. السلام عليكم. مشونك؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك. باكر ان شاء الله الانتخابات العامه راح تكون، البارحه شفت الانتخابات الخاصه. ما راح تنتخب، ليش ما تنتخب؟ ما انتخب. اعطيني السبب. ما براحتك براحتك، شكرا لك، شكرا. عم شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يساعدك. البارحه كان الله يسلمك، البارحه كانت انتخابات الخاصه مال قوى الامن، باكر ان شاء الله الانتخابات العامه. راح تروح تنتخب لو لا؟ ان شاء الله انتخب، وانتخب الكتله الصدريه. لان انا صدري بصراحه واحب السيد. طيب احكي لي على وضع المدينه شلون؟ والله المدينه انت تشوف الوضعيه يعني زينه، ناس مثل ما يقول كلها اكثرها يعني عاطله من العمل، لا شغل لا في شيء، وهي الناس كسبه هنا. هذا اللي يبيع حلويات، هذا اللي يبيع شقاير، هذا الناس المهم دبر امرها يعني عايشه. طيب برايك اذا تروح تنتخب وغيرك راح ينتخب راح يغير من وضع المدينه؟ والله احنا هاي تعتبر تجربه انه يعني نشوف هسه بلكت عساول على هاي الكتله وهاي المجموعه بها خير يعني ان شاء الله للعالم، واحنا شو نريد؟ نريد اهم شيء يعني الناس مثل ما يقول تعيش بامان، رواتب تتعدل، الناس هاي الشباب اللي قاعده يعني عاطله عن العمل يشوفوا لها وسيله عمل، هذا اللي يريده، قام شو نريد يعني نصير؟ شكرا لك. عفوا. السلام عليكم. عم شلون؟ اللي قبل ما تسالني. ايه. ذولا كل الحظ ما عندهم. شلون؟ ما يخافون الله. اللي ما ديد على الحرام يبقى مستمر. دو اخونا من السقوط ناسي. هذا الشعب كله خطيه، كله فقير. نادر تلقي واحد اموره زينه. ده يكسب يوميا فد 5000 للعائله. ثاني يوم اذا ما طلع ما ياكلون. يا حبيبي لا تتعب نفسك ويا هيك مجتمع. احنا كنا واصلين انا موظف كنت برا ورجعت شفت الضيم هنا. حياة المجتمع مالنا بالاخص بالرصافة. لا تقول لي المدينة. الرصافة كلها زيرو. هذا بين هذا بين. زين ممكن الانتخابات تتغير؟ والله ما يتغير. إذا نفسهم ويجي غيرهم نفس الحالة. كن على ثقة. ما طول ايدنا مع احتراماتي للزينين، ما طول ايده ملوثة بالحرام فلا يستقر. إلا الله سبحانه وتعالى يظهر المهدي يقضي على هيك شكله. طيب سؤال، أنت برأيك أنا باشر أفهم من كلامك أنه ما راح تروح تنتخب باشر. أنا ما أروح. نفس السبب. ما أروح، بس إذا رحت أخلي أكس. حرف انجليزي. شكرا لك، رايك محترم، شكرا جزيلا. شلونك حبيبي؟ قاعد روحي. الله يسلمك. باكر راح تنتخب لو لا؟ خويا ما انتخبهم، بوق.
يبوقون وهاي البلد كلها بوق. احنا كاتلنا الجوع نتريق ما نتغدى كلها بوق. ابن عمي المن ننتخب المن يبوقون يمشي والله العظيم. يعني برايك الانتخابات ما راح تغير شيء؟ لا ما تغير ابن عمي نفسهم نفسهم بوق بوق وداحتك انت وحق مصاب الاحسان. زين اكو ناس تقول انه لازم نغير حتى نغير وجوه نجيب ناس جديده ممكن تشتغل لنا، زين انت راح تقول نفس الوجوه غير انت وغيرك يروح ينتخب حتى نغير مثلا؟ ابن عمي هم نفس الشيء هم نفس الشيء همي بهم يجي للشعب جاب له فليسات الطهاره 10 15 هم يرجع يبوقون هم نفسهم يرجعون يبوقون يقبل كاب هم يبوقون. شكرا لك رايك محترم شكرا جزيلا. السلام عليكم شلون الصحه؟ البارحه كانت الانتخابات الخاصه باكر ان شاء الله الانتخابات العامه راح تروح تنتخب لو لا؟ والله انا ما انتخب لان انتخب ما انتخب اليردون هم يحطونهم فيعني اروح ما اروح انا ما اغير شيء. زين برايك الانتخابات ما راح تغير شيء؟ ابد ما تغير كل شيء ولا راح يتغير شيء ولو شو يصير ما يتغير كل شيء غير بس المهدي المنتظر من يطلع يغير شيء. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. عم شلونك؟ شلون الصحة؟ الله يحفظك. باكر الانتخابات العامة إن شاء الله، شنو رأيك بالانتخابات اللي صارت البارحة؟ يعني شفتها شلون شفتها؟ وباكر راح تروح تنتخب أنت ولا لا؟ والله انتخابات شو أقول لك يعني؟ ما كنت حاضر بيهم حتى أقول يعني مثل يعني من يا ناحية يعني. يعني اللي شفتها بالإعلام البارحة طلعت وانتخابات القوى الأمنية راح تنتخبت ماكو أي خروقات صارت. زين يعني انتخابات مشت عادي طبيعي ماكو خروقات. طيب باكر راح تروح تنتخب؟ ان شاء الله انتخب انتخب الرجل المناسب في مكان مناسب ان شاء الله. تحس انه الانتخابات هذه راح تغير من الواقع شويه؟ لابد لابد يغير يعني هاي وجوه الناس ما تريده صراحه يعني ما قدموا اي خدمه للشعب. لابد يغيرون اذا ما يغير ما يبقى على قلوبنا. شكرا لك ممنون. نعم مشاهدينا الكرام يعني مستمرين وياكم بتغطية مباشرة من سوق مريدي في مدينة الصدر شرق بغداد لاستطلاع المواطنين بخصوص استعدادهم للانتخابات المقبلة يوم غد في العاشر من تشرين الأول الأجل. السلام عليكم عم شلونك؟ الله يحفظك. باكر إن شاء الله انتخابات العامة. والدك والدك شكرا جزيلا. السلام عليكم شلون الصحة حبيبي؟ على الانتخابات باكر ان شاء الله تكون الانتخابات العامة، شلون شفت الانتخابات اللي صارت البارحة مال قوى الأمن؟ وراح تروح تنتخب لو لا باكر؟ ان شاء الله انتخابات بسلاسة، قوات الأمنية مسيطرة على الوضعية كان بالمدينة والوضعية زينة الحمد لله ماكو أي شيء وان شاء الله تيار الصدر ياخذ ان شاء الله رأس الوزارة. شو الوضع المدينة شلونه؟ خير من الله المدينة وبجهود أهلها ناس طيبة ماكو غيرها يعني وباكر ان شاء الله احنا نأيد وان شاء الله رئيس وزراء صدري قابلين على القضية ان شاء الله صدرين بداحة طلع الحاية. شكرا جزيلا انت بالمباشر حاليا. شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. عم شلونك؟ شلون الصحة؟ باكر انتخابات العامة ان شاء الله راح شلون شفت الانتخابات اللي صارت البارحة؟ باكر راح تروح تنتخب انت ولا؟ هاي شلون شفت الانتخابات راح تغير من الواقع؟ يعني شلون بعد ما بادية انت برأيتك يعني شلون اشوفها؟ زينة زينة ما بادية. شكرا لك ممنون. السلام عليكم. طبعا هذا السوق هو سوق شعبي كبير دائما ما توجد فيه المواطنين بشكل كثيف وبشكل مكتظ بالمواطنين هنا في مدينة الصدر في سوق مريدي بالتحديد. السلام عليكم شلون الصحة؟ باكر ان شاء الله الانتخابات العامة، باكر تروح تنتخب لو لا؟ شلون نشوف الانتخابات اللي جرت البارحة؟ البارحة كان للجيش، البارحة كان للجيش الانتخابات. وعندنا جماعة هم بالعسكري يعني عرفوا ويانا، فقالوا البارحة كان الانتخاب كل زين. بالنسبة يعني اكو بصمة واكو يعني اكو حركة دوبة مثل ما يقول. فالناس انتخبت أكثر شيء الجيش. إيه فهسه احنا إن شاء الله باكر عندنا عندنا ناس انتخبهم ان شاء الله. طيب برايك الانتخابات الجايه راح تغير من الواقع؟
ان شاء الله خير، ان شاء الله بشر بالخير. اكو يعني دي يطلعون هسه المسؤولين دي يقولون انتخبوا اللي تروح حتى يعني مثل ما يقول مراجع وعلمونا ان شاء الله تعرفوا بعد هسه ان شاء الله باكر تبين عندنا الناس اللي ينتخبون يعرفون يعني من ينتخبون. فكل واحد عنده بباله يعني فد ناس هم كفون يعني حتى مو بالاحزاب، اكثر شيء مو بالاحزاب. فان شاء الله باكر اكو ان شاء الله خير. ان شاء الله شكرا جزيلا لك. ممنون. السلام عليكم، شلون الصحه؟ سولف وياك شويه. باكر ان شاء الله الانتخابات العامه، يوم امس كانت الانتخابات الخاصه لقوى الامن. شلون شفت الانتخابات الخاصه اللي جرت البارحه؟ وراح تروح تنتخب باكر ولا لا؟ والله انا باكر انجي انتخب. اي بس انا البارحه ما الانتخابات ما وصلت لها. البارحه كانت القوى الامن يعني شرطه وجيش وغيره. اي القوى هذول انتخبوا، بقى واجبنا احنا ننتخب ان شاء الله باكر. تسهيل الله. اي احنا باننا ان شاء الله يعني وطني وحريص على شعبه وعلى بلد احنا ننتخبه هذا. انت من المدينه اكيد؟ المدينه. شلون شوف لي وضع المدينه؟ والله وضع المدينه مستقر حاليا، وضع كلش جيد جدا. كلش زين. الحمد لله والشكر. عالم تطلع وتمشي وتشتغل. وضع كلش زين. الله يديم النعمه ان شاء الله. شكرا جزيلا. ممنون. اي حاجه بليف، اي حاجه بليف، نعم وطن. السلام عليكم. أم شانك سلف ياك شوية بخصوص انتخابات باكر إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم، شلون الصحة؟ سولف وياك شوية. باكر انتخابات العامة راح تروح تنتخب لو لا؟ ها؟ راح تروح تنتخب؟ انتخب. شلون ما انتخب؟ طيب ليش تروح تنتخب؟ يعني ليش ما عندك هذا؟ أصواتنا طبعاً تروح. أصواتكم تروح إذا ما تروح تنتخب؟ طبعاً. حلو، هذه رسالة للجميع تقدر توجهها؟ إن شاء الله، كل واحد يروح ينتخب أحسن. أحسن ما نظل هنا واحد قاعد وما حد ما له شغل، لازم نروح ننتخب. هاي سؤالي. شكراً لك حبيبي. ممنون. ناخذ اخر مواطن. شوف الحج هنا. السلام عليكم حجي، شلون صحتك؟ الله يحفظك. باكر ان شاء الله الانتخابات العامه راح تكون. احكي لي. الله يسلمك. احكي لي انه راح تروح تنتخب، عائلتك تروح تنتخب، وشلون شوف الانتخابات؟ احنا ننتخب الشجاع، ها اللي ما يخاف بس من الله، مو ويدافع على حق المواطنين، مو اذا كان واحد شجاع ويدافع على حق المواطنين، مو ويجيب حق المدينه نحطه على رؤوسنا. زين ما الواحد يتلقلق وما ادري شنو وهذا ما اريده، اريد شجاع. احكي لك الحجري شجاع اخليه على رؤوسنا، اغم ما اريده. يقول انا له مو اخليه على راسي، لا والله يتلقلق وما ادري شنو، هذا فلس ما اريده. هذا هو اذا نقينا شجاع انا حتى على راسي والله العظيم، وقف وياه للوحه للموت. هذا كله اهل المدينه كله. زين بس كنت ادافع على حق المدينه، مو بالحق مو بالباطل. شلون وضع المدينه؟ ها ولا تعبان؟ ايه صح انت صح ولا مو موجود عمل ولا؟ هاي المناكله قاعده بطاله، شغل وعمل ماكو، ترتيب ماكو، مو امور كلها مو زينه. جبتوا الناس المو زينين وخليتهم هم مسؤولين، زين؟ اللي كانوا ذاك الوقت كلهم مو زينين، زين؟ هسه هم صاروا مسؤولين ونجحت تلتي شيء، خلي الناس اللي مثل ما يقولون عندهم رحمه وقلوبهم يباحون على ناسهم على مجتمعهم، مو هذا لا ينتخبوا. صح ولا لا؟ انا غلطان عمي. ما جيب اللي مثل ما يقولون بالرذيله نايم، زين؟ وهسه خليه مسؤول نفس الشيء. وصلت رسالتك، شكرا جزيلا. ممنون. ممنون. نعم مشاهدينا الكرام، يعني كنا وياكم بتغطيه خاصه في مدينه الصدر وتحديدا في سوق مريدي للاستطلاع واخذ راي المواطنين بالانتخابات العامه التي تجري يوم غد العاشر من تشرين الاول. على خط اللقاء. على
هذا هو اللي